بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. أقترح عليكم من عملا قد يفيدكم قبل أن نحقق فيديوهات أخرى للغد أو لبعد الغد إن شاء الله. هاكم الآيات اللي ممكن تقاربونها ثم نلتقي إن شاء الله تعالى ونحن كما تكون في توسعوا شوية فيما أتت به هذه الآيات الكريمة من خيرات معلمة لأمة الإسلام الأمة الخيرة. كنتم خير أمة خير الناس تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا آية 71 من سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا قولوا واحد ركعة شوية سورة الجيب دائما منتبهين إلى البيئة اللي ينزل فيها أو التي حولها. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أي موبيليزمو ثباتا أو انفروا جميعا يعني إما أون بتي جروب أو أون ماس لا موبيليزاسيون على دو تيب دو موبيليزاسيون. والسلام على أهل الإسلام.